ناقض الوضوء يعني أشياء إذا حدثت عند الإنسان لا يصح أن يصلي بهذا الوضوء الذي كان لديه، لابد من يتوضأ وضوء جديد. أنديزر زقطر ساكن بابشات هم زقور أجاجاما أنديزر شرشوك اشتجن خوي نمزري جني بجا. الخارج من السبيلين، من القبل، من الدبر، من ذكر، من أنثى. زقور بساكن بابشات إجاما يبهمجا 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 بول غائط مثلا ريح نعم غط حبس ساشام غورا ج يبهمجا قجاما. الثاني زوال العقل، كان يزول العقل يعني يفقد العقل إما بنوم نعم يطوانر يعقل الأجاما ساشام بابشا تخور جيا زيمججو أو يغمى عليه يه سزناني رفاق ودا أو نسأل عافا السلامة سكر يشرب خمر يه بساسم بابشا لحم دشي خوما سخور شف خواما نعم وأكل لحم الإبل لحم الجزور أو دقابسو جمل فيربلود جواءم أبي يلر بشنور. إذا صنع شيئا من هذه الأشياء لابد من إعادة الوضوء، لا يصلي بلا وضوء. أبشش زقور يجامة يزقور أجخوامة أما ليمؤو أن ديزرق يشتجنخي نمزري جني بجأ.